خلصنا السيارات، خلصنا. هلأ Let's go. هلأ صار أصعب لحظة جيهان. نودع إلا نودع إلا يا عمري. خليكي عاقلة. ها العاقلة أصلا رح تلعب خالو وعمتها. ضلي العبي وانبسطي. هلأ دوري ودع إلا خانم، ولازم نروح لأنه تأخرنا على الطيارة. إلا عاقلة، إلا بطلة، إلا فكرت عم تبكي أو شيء. شي عمري باي إلا التونة نايمة ما فيها تودع إلا. التونة نامت بالسيارات. بوسي باي باي باي. خلينا هيك أخذ آخر لقطة مع بعض. إلا تعي باي إلا، قولي باي. أوكي يلا باي إلا. ما تزعلي حبيبي، ما تزعلي. يلا رح نجي بسرعة. هذا المسبح بدي زحمة. أوكي رايحين على المسبح إلا كمان بعد كم يوم. وصلنا على المطار. يعني تذكري وقت عملت هون مقلب فيكي وعلى أساس رايحة وبعدين رجعتي على البيت؟ كل ما بجي بس الشيء اللي بنأذني هذا المقلب فورا بتذكر. يا جماعة يا جماعة نحن هلا بمطار بروكسل موجودين وشوي رح نقلع. صحيح فرحانين شوي بس في حزن شوي لأنه كان إلا عرفنا إلا ورانا، بس هي مبسوطة. خلص روح انبسطوا هيك هيك كم يوم ورح نرجع ان شاء الله. يا جماعه المكان اللي رح نروح له رح تتفاجئوا فيه كتير كتير. شو رايك جيهان؟ رحلتنا هاي كلها فيها مفاجات. ترقبوا فيها شغلات يعني ما بعرف كيف. ترقبوا يا جماعه. Another cause and I am going places makes me laugh above the irony of everything. تروح باي وين تركتي إلا؟ وين تروحي باي؟ اوه كم 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 لسا ساعة يا جماعة. المهم خلينا نرتاح منيح ما في ستريس. اوريكم التيكيتات لوين رايحين. لا خليكم لاخر الفيديو نعمل مثل هذول الجماعات، تخلوا اخر شيء لاخر لحظة. يلا اتينا بدلت لبسها. شو أتينا؟ مشان تصير من فريقي لبس أسود مثلي. فريقي خليني أشوفها هيك على الواقف. Let's go. صاير الله أتينا. هلا أتينا. باي. هنحط أتينا هون مشان تمشي بسرعة. والله هلا كتينا أتونا. راح تستغرب على فكرة. ها. باي باي. أتينا يا وش يا وش مامي يا وش. شوي شوي يا عمري. مشان تسرعي. ايش قلبي شو هالستايل الحلو، شو هالجمال. شو ستايلك كمان يعني؟ انت ستايلك غير شكل كله من ورا جيهان. صحيح هذا عزوب يزعل على اسطنبول يعني، بس بعد اسطنبول التيكيتات الثانيه محبينه بالصندوق الاسود. خلص صار معاكم فضول كثير، بس كم حدا حذر يعني بين وبينكم حذرتوا؟ والله ايه كم حدا حذر بالكومنتات. طيب يا جماعه شو اللي نحكي لكم اياه هيك نعطيكم جزء هيك من الشغلات اللي عم بتصير، انه في ورا الكاميرا بالكواليس في حدا تاني او كذا حدا رايح معنا، فما رح نورجيكم هالحدا لبين ما نوصل على المكان اللي لازم نروح له. فاهم شيء في سربرايزات كثيره معنا لاخر الفيديو. رح تنصدموا بالمكان والدوله اللي رايحين عليه، رح تنصدموا مين رح يكون معنا. يعني شو عم تحكي؟ حطيت الكاميرا حطيت الكاميرا اورجيان اورجيان مين انت رايح معنا. اورجيان قلبي الكاميرا قلبي الكاميرا. حطي 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 الكاميرا عليه عليها او عليها. لا يا جماعة بمزح، ما رح أورجيكم هذا الشخص وما رح ألعب بأعصابه. المهم يا جماعة الرحلة هي كتير حلوة. صار شي بقلب مذكر شي بقلب مؤنث مشان ما يعرفوا. اشتريت القتونة شيبس. نحيح عم تقعد على الأرض. يا شو هاد؟ شو هاد القتونة؟ لا بس صدت كمان. اشتريت لها شيبس من هون رايحة جاية عم تجي على الماركت الصغير. بدها شيبس، اشتريت لها شيبس لأنه والله ما توقعت هيك نوصل على المطار ويكون فاضي ونقعد ونتسلى لدرجة نشتري شيبس أغير لبس التونة وهيك. أتينا ماما. ثانك يو ثانك يو. ولا زلنا ننتظر. أول مرة بكل رحلاتنا في الحياة قاعدين مروقين والوقت يعني عم بيروح كتير عادي ما في ستريس. يعني لازم نطلع دائما لما رح بلش تفتح المدارس. لا حظنا حلو لأن تأخرت الطيارة شوي حبيبي. لو الطيارة دعتروبي وقتها نحن رح نضل نركض 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 طول حياتك. أنت رح تركضي لبين ما تتجهزي جيهان. شو حابة تحكي عن سفرتنا؟ حابة أحكي نوصل بخير وسلامة وإن شاء الله هيك جدا متحمسين. عم يعني بحكي مع عيلة كل شوي كمان. الحمد لله أمور رواق تمام. ادعوا لنا نوصل بخير وسلامة. في مبسوطة في هنشاشة أحلى شيء. شوفوا في كوكو ميلون يا جماعة.
في كوكو ميك اريح من هيك. اليوم رح نكون مرتاحين من الجهاز الحمد لله. كوكو ميلا تري كوكو ميلا بس ما في سماعات كنا بتطالع تيتي بلا ما بتستحمل السماعات عن هيك كان عم بيحكي شيء عرفت كيف بمسك بتفرج احسن من بلا. جابوا لنا هذا الجهاز مشينا على الفراشة تتنلل الفرشة شوي. هلا شوفي هون قال لي انه فور بيبي. قلت له فور بيبي اذا مو فور بيبي فور فازر فازر فور بيبي. فاول شيء شو جابوا لنا؟ اوه معنا تشيكن وبطاطا. صحقتوني قصر لك يا عمري شربت عصير وصارت تكحكح يا عمري. بابا قعدتوني نفس الشيء ولقلي نفس الشيء. طعمية التونة مشان هاكل براحتي. انت كمان كل هلا طيب. ها هلا مندوق التشيكن كمان عم بتحسي مشوي يعني. ايه هو صح. يعني أنا مفكر بس العالم عم تركض. يا جماعة الشيء اللي صار معنا طيارتنا تأخرت هنيك تقريبا شيء 45 دقيقة. خفنا ملح الطيارة كل الوقت اللي معنا هو ساعة وعشر دقائق. يعني احنا بالزور وصلنا لعند. أنا شكلي ما تركزوا يا جماعة. لا ما بدي أركز. أنا بس بدي أركز. ما تركزوا. بس ركزي لي على الوقت لأنه بالزور 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 لحقنا. آخر أنفاس. شوف يعني ما ضل حدا. ما ضل حدا غيرنا ونطلع على الطيارة خلص. أتينا قليل المركب. الله يا جيهان. واخيرا طلعنا بالطيارة يا جماعة. شوفوا طلبت مي بدي اشرب. شوفوا شربت كم كاسة مي. خمس كاسات مي. خمس كاسات مي. لا احلى شيء جابوا الوين الخمسة اشخاص ورا انا. انا انت فايف بيرسون. قلت له افتصت افتصت. لانه صرنا عم نركض لانه مفلح الطيارة صرنا نركض. الحمد لله لحقنا بس الطيارة كثير كبيرة. يا جماعة الطيارة كثير كبيرة يعني شوفوا يعني في هون قسم هون نفس قسم نفس هون هيك في ورا قسم نفس يعني. نفس المسافة كبيرة يعني هيك أول مرة بشوف هيك طيارة كبيرة يعني أنا فيها يعني. كل قسم فيه واحد اثنين هون أربعة ستة في هون اثنين المهم ستة. أثينا تركت الدنيا خربت كل شيء. صباح الخير أتينا يا جماعة. هيك أجواء تقريبا 11-12 سنة ماني عايش بهيك جو مناخي بذكرني بأيام سورية. جيهان بعدي لهنيك خليني أجي لعندك. باي باي. هلو باي باي. فيا جماعة خليني أورجيكم إطلالة وجيهان تحكي لكم أنه وين نحن. شوفولي يا جماعة يعني الهوايات والاجواء خرافيه حرفيا خرافية. جيهان يعني ريلاكس غير شكل يا جماعه. النسمات غير. طيب كل شيء غير. خلينا نخبره مع بعض وين نحن سوا. طيب. قلب الكاميرا وبعدين شوف مين معنا. يلا نحن وين جيهان؟ نحن في لبنان. والله حذرتوا البعض منكم حذر. والله كثير 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 كتبوا لنا نحن في يعني رح تروحوا على لبنان. فقال لهم يا جماعه نحن بلبنان وهيك اجواء خرافيه. السؤال انا وياك رح نحكي كثير مع بعض. انا متحمسين كثير يا جماعه. اول مره بنزور لبنان وعن جد بتجنن. الهوايات غير شكل ووصلنا بالليل او وجه الصبح ما لقينا برا كيف. بس لما فقنا الصبح شربنا القهوه غير شكل يا جماعه. الاجواء خرافيه مره. وكثير كتبتوا انه عراق او سعوديه هاد كل الدول اللي ذكرتوها عبالنا نزورهم ان شاء الله. ورح نزورهم قريبا يا جماعة. نحن منهني الشعب اللبناني على هيك بلد على هيك طبيعة على هيك مناخ خرافي. عن جد انتم مبسوطين يا لبنان وسوريا يعني صايرين يعني منطقة واحدة وقريبين. الجو واحد المناخ واحد يعني عم تحسر ايام سوريا. صارنا كم سنة ما زايرين سوريا وان شاء الله بالايام الجاية نزور سوريا كمان. فهلأ الشيء الثاني اللي ضل بهذا الفلوج ورجيكم مين معنا. ورجيكم مين معنا. يا جماعة البيت صاير ريفي كتير حلو مثل المسلسلات بالضبط. مسلسل جبل شيخ الجبل صح ولا لا؟
خليني افور نفس اللقطه تبع جمعه وقت كان عم طلع على الهيبه. ابن عمي بس على فكره عن جد الاجواء خرافيه. هذا مثل اوتيل مثل صاير براس الجبل. شو هالستايل بالاول؟ شنو هذا؟ لك ليش عم تخجليني يا جيهان؟ ليش عم تخجليني؟ ترى هون لبنان يا جماعه. شوفوا لي الجمال، شوفوا لي الاطلاله، شوفوا لي ما شاء الله ما شاء الله. روحي ليش خايفه؟ لو انا بدالك كنت طلعت على الشجره هون. ما شاء الله. شو هاد؟ اعطيني هني. يلا تعالوا يا جماعه فشوفوا لي لبنان. لبنان رح يرجع. شوفوا الإطلالة يا جماعة. والحق ما بيموت. واو يا جماعة. واو. ما شاء الله. إيش ده؟ ما شاء الله. بس النسمات والهوايات رجعتني 10 سنين لورا. نسمات سوريا والله. أنا بدي أتذكر شغلة جيهان. تعي شوي تعي بس لأورجيهم شغلة. توسي يا شو حتورجينا؟ رح أورجيكم شيء. تعالوا شوفوا هاي. هاي ذكريات سيوار على الموتور. أيام سوريا. لما كان يروح من ضيعة لضيعة. جماعة جماعة سوريا الشباب اللي بنت لحكايتي يعني مواليدي يعني قريب من المواليد. فالمهم كنا نقعد هيك جيهان بعدي خذي لقطة هيك من بعيد. بتعرفي شلون كنا نسوق؟ يعني ما كنا نسوق هيك، كنا نسوق هيك ما بعرف ايش اساس حركات شباب. بس عن جد كثير ذكريات هذا الموتور. تعالي جيهان خلينا نشوف المطعم واطلالة المطعم. كثير المطعم هون جدا حلو. خلص روح انا بصور. روح يا جماعة المطعم هون جدا حلو، إطلالته جدا جميلة. هون في قاعدة كثير حلوة يا جماعة. مكان جدا كبير. واو. جماعة مصر. تعي ورجيها القطط اللي هون. قد ايه في قطط صغار سوار؟ شوفوا. شوفوا يا جماعة شوفوا. كل القطط. يا عمري. إطلالة جيهان. يعني مثلا بهيك قاعدة لو تاكل سندويشة زيت وزعتر يعني بتحس حالك اكلت خروف مكثف كامل. ما شاء الله ما شاء الله. والاكل كثير طيب حبينا وما نحن اكلنا بعدين صورنا. فهالي اكبر رساله هون. شوفوا الاطلالة ما شاء الله. وين ما تلف حواليك بيوت اطلالات حلوه. يا سلام. مين معي يا جماعه؟ جوزي. وينك؟ وينك اللي مختفي؟ كنت انا. يا جماعه اخبركم شيء هلا. خلي اتوني تسكت. اتينا يا جماعه جوسلين عم تخطط لمفاجات من هالشيء. كانت مختفيه فصار وقت نخبركم بس مو هلا، بعدين بالفلوجات الجايه. فجوسلين هون، كيف حالك؟ شو الحمد لله. وانتم اشتقت لكم؟ اكيد اشتقتوا لكثير لجوسلين. بيبي جوسلين هون. هي المفاجاه اللي استنينا الاخ نورجيكم مين معنا ومين جاي معنا. والله اشتقت لفيديوهات. ايه ما كثير قصص حلوه حنشارككم على انستغرام وسناب شات. تابعونا على كل المواقع، رح تلاقوا بصندوق الوصف. بحبكم كثير. لكل حدا مو مشترك اشتركوا بالقناه. اذا حبيتوا هذا الفيديو حطوا لنا لايكات. بحبكم كثير كثير. ضلوا بخير وبشوفكم بفيديو جديد. باي. Above the irony of everything, I like the way you're thinking.